الحقيقة مفيش دور بتقدمه إلا بتكون هي ليها مشاهد محورية، ودور يبقى محوري، وبيبقى الحقيقة وجودها مميز جدا في رمضان وفي المسلسلات. بتكلم عن الفنانة القديرة سلوى عثمان اللي بتقدم طبعا يعني أدوار متميزة في مسلسلات رمضان، محارب والمعلم وحق عرب. خليني أمسي عليها. مساء الفل عليكي يا فنانتنا يا جميلة. مساء النور يا شافكي، ازيك حبيبتي؟ مساء الفل عليكي طبعا، كل سنة يعني وانتي طيبة. طيبة وبألف خير. وجودك في رمضان يعني علامة مهمة، وجودك في المسلسل بيدي تقل كده للمشاهد يعني. ربنا يخليكي يا حبيبتي، متشكرة قوي. السنة دي انت بتعملي يعني أعمال مختلفة، ازاي قدرتي تبقي ما بين كل عمل وتدي البصمة بتاعتك؟ بصي حبيبتي، هو أنا يعني أكتر عمل قريب ليا السنة دي هو حق عرب. أيوة أنا طالعة فيه مامة أحمد العوضي، مظبوط. وطبعا أمه دي بتمر يعني مرت بظروف كده معينة، فبالنسبة لها أحمد العوضي ده اللي هو يعني ابنها عرب، هو اللي هيخلي يعني هيجيب لها حقها من الناس وكده. وهو كان حنين، وهو حنين عليها قوي وبتاع، فطبعا ده بالنسبة لها يبقى متميز بالنسبة لها كابن يعني. طبعا وعندي ابن تاني مفروض علي، أيوة. فالابن التاني ده برضو ايه اناني شوية وبتاع، فبالتالي عرب بيبقى الاحن، فبيبقى الاقرب لامه يعني. ايوه صح مظبوط. ومن خلال بقى المشاهدة بتاعت المسلسل بنشوف بقى المسألة ماشية ازاي، وقد ايه العلاقة بين عرب وبين امه يعني متميزه ومترابطه اكتر من علي، مع ان برضو علي ده ابنها وبتحبه وكل ايوه، بس حاجه. عرب هو الحته اللي في الشمال زي ما بيقولوا يعني. ايوه يعني هما الاثنين في قلبها طبعا طبعا كأم، طبعا. ولكن في مثلا حد حنين شويه، حد مش تاني اناني شويه لنفسه كده هو ايوه تفتح، فعرب بالنسبه لها قريب يعني. طيب فبيبان ده في الشغل بيني وبين احمد العوضي. طيب يعني انت في رمضان اولا انتهيتي من حق عرب، خلصتوا تصوير؟ فاضل لنا حاجة بسيطة إن شاء الله خلاص حاجة ونخلص. بسيطة. المعلم بقى. لا هو المعلم أنا يعني مجرد ضيفة، ما يعني ما عنديش اللي هو ما عنديش الحاجة المحورية. الحاجة المحورية ولا حاجة أتكلم عنها قوي، بس أنا ضيفة يعني. أيوة حبيت يعني مصطفى شعبان طبعا نجم كبير، وأحب طبعا إن أنا أكون معاه، طبعا. وبعدين من خلال المتحدة وسنرجي فيعني الحاجات دي بتبقى مهمة إنك أنت تبقي في وسط لا، الناس وانا بتوعك. بتقالي ان انت ما بتتاخريش لما تحسي انه في عمل محتاجك، حتى كضيفه شرف، بس وجودك في مشهد مهم، ممكن مهم في الاحداث، ما بتتاخريش عن ده ابدا. لا انا احب يعني انا بحب مصطفى شعبان جدا يعني كنجم وممثل كبير وكده، يعني كل الكاست اللي موجود هناك، بس وانا ضيفه لانه عارف برضو كان واخد اكتر وقتي الحقيقه يعني. طبعا اخد وقتك اكتر الوقت بالنسبه لك يعني. اخر الوقت. اول مره تشتغلي مع العوضي في رمضان؟ اول مره. اول مره اشتغل مع العوضي بشكل عام مش بس في رمضان. ايوه. وده بيبقى انطباعه ايه يعني، اللي هو اول مره هنشتغل مع بعض، بيبقى انطباعه ايه بالنسبه لك، لان انت خبره كبيره وعندك تجارب مختلفه بصي هو العوضي يعني شخصيه جميله جدا 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 للغايه يعني، وبيحب جدا كل الزملاء بتوعه في الشغل وبيحب شغله قوي. وبعدين بيني وبينه حصلت الحمد لله كيمياء، تحس ان هو فعلا يعني لو شفتينا تحسي حتى في الحقيقه انه انا امه وهو ايوه ابني. ايوه حصل التقارب ده. فيعني انا كنت مبسوطه قوي وانا بشتغل معاه، لان هو كمان كان مبسوط انه هيشتغل معايا ان احنا نبقى طالعين الام وابنها، لانها العلاقه متميزه جدا في طبعا في المسلسل. المسلسل ده. طب وهيرجع لك الحق في الاخر يعني، في الحق هو هيرجع. ربنا اللي بيرد الحقوق برضو. نعرف برضو حاجه منك يعني. لا لا بصي انت هتشوفي في الاخر يعني ايه اللي هنشوف هيحصل ايه اللي عشان هيحصل. ما اكيد احرقش حاجه يعني. اكيد. بس فانا كنت مبسوطه ان انا بشتغل مع عوضي لاول مره، واتمنى ان انا اشتغل معاه تاني. والحمد لله يعني الحمد لله احنا موصلين من الشاشه للجمهور قد ايه انه الام دي يعني وابنها طبعا في لينك كده هو في التعامل وكده يعني. الحمد اكيد لله ان ده ظهر على الشاشه يعني. اكيد. انت كل عمل بتقدميه الحقيقه دايما يعني بيبقى ملفت للانتباه، وخبره واطلاله. فانا بشكرك، وكل سنه وانت طيبه ودايما متالقه في كل ما تقدميه. الفنانه الجميله سلوى عثمان، اشكرك شكرا جزيلا.